نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية ونبدأها بالعناوين. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية ويؤكد أن قوة الجيش ووعي المصريين بمثابة سد منيع أمام أي معترض. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكوري الجنوبي ويشهد تأكيدا متبادلا على التطلع لتطوير العلاقات في كل المجالات خاصة التجارية والاقتصادية. رئيس مجلس الوزراء يكلف برفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار المتوقع للطقس ويؤكد توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. وزيرة التعاون تستعرض خلال منتدى للأسواق الناشئة التقارير الإيجابية الدولية عن نمو الاقتصاد الوطني. قوة الجيش وقدرته مفيش فيها كلام، محدش أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن من الخارج يعتدي على مصر. مفيش تحدي بيقابل بلدنا وبيقابل البلاد اللي تستهدف بأجيال الحرب الحديثة إلا بمقابلتها بوعي حقيقي. التحية والتقدير والاعتزاز للأسر اللي هم سهروا وربوا وفي الآخر جم قدموا أبنائهم لبلدهم مصر. رح يا مصر، رح يا مصر. ألف مبروك، موفقين إن شاء الله دائما بصحة وسلامة لأجل خاطر بلدنا مصر. تفاصيل هذه النشرة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بالتأكيد على أن قوة الجيش العظيمة ووعي المصريين يقفان حائلا وسدا منيعا أمام أي معتد يريد النيل من مصر ومن أرضها، استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، مشيرا إلى أن مهمة تجهيز وإعداد الطلبة واحدة من أشرف المهمات على الإطلاق، لأن ثمنها الروح والدم. ده أمر عظيم قوي أن الأسر اللي زي ما قلت كده سهرت وعملت ده كله جاية في الآخر بتقول طيب أنا بقدم ابني لأجل خاطر بلدنا مصر. فأنا بقول لكم جميعا شكرا جزيلا باسمي وباسم كل المصريين، باسم كل الأسر المصرية. تحية إعزاز وتقدير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأسرة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس لإعداد أبنائهم لهذه اللحظة، لحظة التخرج في الكليات العسكرية لينضموا لكتيبة الأبطال والعيون الساهرة لحماية الوطن والزود عن مقدراته. واسمحوا لي أقول لكم أن المهمة اللي أنتم يعني تدربتم وتجهزتم عشان تقوموا بتنفيذها هي من أشرف المهام، إن ما كانتش أشرف مهمة على الإطلاق. مهمة حماية وطن وترابه وحماية أهله وناسه أمر شريف قوي وعظيم قوي، والحقيقة اللي بيتقدم من أجل حمايته هي الروح والدم، ما بيتقدمش جهد وعرق وسهر بس، لا ده بيتقدم روح ودم، وأعتقد الحياة هي أغلى ما يملكه الإنسان. ووجه سيادته رسالة للخريجين الجدد مفادها أن الجيش المصري قوي في الداخل والخارج ولا يستطيع أحد أن يعتدي عليه، لكن العدو يتبنى أساليب الجيل الرابع والخامس للحروب ويعتمد عليها في معركة الوعي لتدمير الشعوب. وهقول لكم أمر يعني أنتم محتاجين كمان تبذلوا الجهد فيه مع أشقائكم المجندين اللي موجودين معاكم في وحدتكم. موضوع الوعي اللي أنا بتكلم عليه موضوع مهم وخطير. قوة الجيش وقدرته مفيش فيها كلام، ودايما نقول إن إحنا
بفضل الله سبحانه وتعالى. محدش ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن ابدا من الخارج يعني يعتدي على مصر. اولا لان احنا ما بنعتديش على حد، وثانيا لان قوه الجيش قوه عظيمه ان شاء الله، وقادره على حمايه ارضها وترابها ضد اي معتدي يعني. لكن مهمه قوي كمان، مهمه تضاف الى المهام اللي انتم تبذلوها، هي بناء وعي حقيقي لأخوك المجند اللي جاي يقعد معاك سنة أو اتنين أو أكتر، عشان هو كمان يساهم بوعيه ده مع أسرته. مفيش تحدي بيقابل بلدنا وبيقابل أتصور البلاد اللي بتستهدف بأجيال الحرب الحديثة إلا بمقابلتها بوعي حقيقي. ويمكن أنا بكرر الكلام ده كتير والناس متصورة يعني ليه الإلحاح في الإشارة للخطر ده، لأن الحقيقة هو لا يقل خطر عن أي معتدي ممكن ينال من الدولة. وكان السيد الرئيس قد شهد احتفالات تخريج طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، حيث بدأت الاحتفالية باستعراض طابور العرض العسكري ثم فرقة الموسيقى العسكرية، ورفع الخريجون أعلام العزة والكرامة، أعلام فروع القوات المسلحة المصرية. وبكل اقتدار أظهر أبناء القوات المسلحة مهاراتهم القتالية والحربية المتنوعة التي تبعث الرعب في قلوب أعداء الوطن. هذا وقد تم إعلان نتيجة الدفعات والتي وصلت نسبة النجاح فيها 100%، وتم تسليم وتسلم القيادة بين الخريجين والدفعات الجديدة. وشهد الحضور فيلما تسجيليا عن تاريخ أبطال القوات المسلحة المصرية الذين أطلقت أسماؤهم على دفعات الخريجين هذا العام. وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح أنواط الواجب العسكري من الدرجة الثانية لأوائل الخريجين، ثم أدى الخريجون يمين الولاء. وفي كلمته أمام السيد الرئيس أشاد اللواء أركان حرب أشرف سالم مدير الكلية الحربية بالروح القتالية لأبناء القوات المسلحة التي يستلهمونها من روح أكتوبر المجيدة، ثم قدم أوائل الخريجين هدية تذكارية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة أشقائه من الجامعات المصرية، حيث أعلنوا أنهم سيقدمون أرواحهم فداء ودفاعا عن الوطن ومجددين ثقتهم في القيادة السياسية التي تعمل على رفعة شأن الوطن والحفاظ على سلامته في كل وقت وحين. شريف رضوان، التلفزيون المصري. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلي هاتفيا اللواء الدكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، بعد التحية، يوم مهم، دفعة جديدة من خريجي الكليات العسكرية بتنضم لصفوف الجيش المصري، واللي أكد الرئيس السيسي خلال هذه الاحتفالية اللي شهدناها في التقرير السابق على قوته وقدرته على حماية الوطن. كيف ترى ذلك أو تحط النقاط على الحروف يعني، وبالتحديد في ظل القفزة اللي تمت خلال السنوات الماضية لرفع كفاءة وجاهزية القوات المسلحة؟ تفضل. أولا مساء الخير أستاذ أبو سينا على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في هذا اليوم يعتبر يوم تاريخي بالنسبة للكلية الحربية ولهذه الدفعات التسعة التي تخرجت اليوم، 8 كليات عسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، خرجتهم صفوة من شباب مصر وانضمت إلى رجال القوات المسلحة الذين يقومون بأقدس المهام، وهي المهام التي تذود وتصون الأمن القومي المصري، أمن الوطن المصري داخليا وخارجيا،
ليسوا فقط ولكن بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة وخاصة الشرطة، أخواننا من زملائنا من الشرطة الذين شاركوهم اليوم هذه الاحتفالية. وقد قام السيد الرئيس في الحقيقة بتقديم خالص الشكر والتقدير للعائلات المصرية التي قامت بتقديم خيرة أبنائها. خليني سيادة اللواء أقتطع من حديث الرئيس السيسي وهو يحيي شهداء الوطن، سيادة تؤكد على أن مهم التجهيز وإعداد الطلبة تمنها الروح والدم وليس العمل والعرق. بالتأكيد، لأن هو يعني الطالب في الكلية بينشأ تنشئة خاصة جدا، وخاصة في الكليات العسكرية في الأساس فيها هو التضحية والفداء وفي النهاية نقول والمجد للشهداء. هذه التضحية ليست لشخصه فقط ولكنها للوطن بالكامل ولشعبه بالكامل ولزميله أولا الذي هو بجانبه يمكن أن يضحي بنفسه في سبيل زميله. وهذا ما لمسناه ورأيناه وشاهدناه في أثناء الفترة الأخيرة، خاصة في مقاومة العناصر الإرهابية المفخخة والملغمة بأحزمة ناسفة. فمن يفدي وحدته بالكامل يلقى نفسه، فهذا خير مثال وخير دليل على هذه التضحية وهذا الفداء. وهذا ليس بجديد، لأنه أنشئ أو نشأ في بيئة تساعده في ذلك، أم منتمية إلى وطنها وأب كذلك مثل وقدوة. وبالتالي نحن نزكي هذه الروح ونسمنها ونؤكد عليها خاصة داخل هذه الكليات بالكامل، لأن هي دي المهمة الرئيسية التي يبذل فيها كل منهم دمه وروحه كما قال السيد الرئيس، وهو أغلى ما يملكه الإنسان وهي الحياة، هي تضحي بها وتنشأته على ذلك. ويعني نظرا لتقدير الدولة المصرية لذلك والقيادة السياسية لذلك، كان رفع كفاءة وجاهزية القوات المسلحة المصرية. سيادة اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، كنت معنا هاتفيا فشكرا جزيلا لك. هذا وقد أعرب مدير الكليات العسكرية عن سعادتهم بانضمام مقاتلين جدد على استعداد قتالي عال يقدمون المثل والقدوة في الدفاع عن الوطن وفي حماية أرضه. نعم، كما أكد الطلبة اعتزازهم بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم. لنتابع. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله. دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بمثابة دم جديد يضخ في قلب القوات المسلحة، شهد تخرجها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الكلية الحربية. فأصبح الطلبة الخريجون منذ تلك اللحظة ضباطا في صفوف الجيش المصري بأفرعه المختلفة. الوعي وعقيدة الانتماء للوطن والولاء للقوات المسلحة هو الدافع والداعم لتنفيذ المهام المكلفين بها، لنستطيع معا جيشا وشعبا أن نتغلب على حروب الجيل الرابع والجيل الخامس والتي تعتمد على الشائعات والأكاذيب. إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية وأن احنا نكون درع وسيف للوطن ونحمي أرضه ونكون في حمى الوطن ضد أي عدو يعتدي على أرضه. أهم حاجة طبعا اتعلمتها كان الانضباط الذاتي، واللي هو الفرد يقوم بالمهمة بدون رقيب عليه. ده شرف كبير لأي واحد اللي هو التحق بالكليات العسكرية عشان ينضم لجيش مصر اللي هو الخط الدفاع الأول والأخير عن الشعب المصري. عرض عسكري اتسم بالانضباط والأداء المتميز قدمه الطلبة المشاركون في طابور العرض العسكري يعكس اكتسابهم لمهارات عالية وتدريباتهم التخصصية الراقية. بنواكب التحديث المتسارع بالقوات المسلحة للمعدات والأسلحة علشان خاطر الطالب لما يتدرب على المعمل يقدر
يتعامل مع هذه المعدات بدون أي غرابة أو أي خوف. تم تحول الكلية الجوية للتعليم الرقمي بنسبة 100% من خلال نظام الزيرو كلاينت، ثم نظام الليرنينج مانجمنت سيستم لإدارة جودة العملية التعليمية داخل جناح العلوم بالكلية الجوية. كذلك تم الاهتمام بالإعداد المعرفي للطلبة الطيارين. وشرف لي النهاردة أنا أتخرج في وسط زملائي المصريين، وما فيش وانا شايف ما فيش فرق بين مصر والصومال وكل الدول اللي احنا بنتعامل مع بعض هنا، كلنا معاملة واحدة. نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا للتفوق منحه الرئيس السيسي لأوائل الخريجين الذين أعربوا عن اعتزازهم بهذا التكريم، معتبرين ذلك دافعا مضافا للعمل من أجل الوطن. التهنئة لهم ولأسرهم بمناسبة تخرجهم والتحاقهم بجيش من أعرق وأقوى الجيوش ليس في المنطقة فحسب ولكن في العالم. في ظل ما يحيط بنا من تغيرات وتطورات متلاحقة إقليميا وعربيا بتتطلب مننا اليقظة التامة والاستعداد القتالي العالي وإعداد كوادر من ضباط اليوم وقادة المستقبل تكون قادرة على العمل بكفاءة لتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. هذا التكريم يخليني أكمل اللي أنا بدأته سواء من تعب وجد، ودي ثمرة أنا بجنيها بعد تعب 4 سنين. ده يعطيني الشعور بالفخر والاعتزاز، ويعتبر دافع وحافز ليا للعمل على القادم إن شاء الله. جمهورية مصر العربية معروفة بقواتها المسلحة، يعني ما شاء الله يعني على تم جاهزية، وده شرف لي أنا أتخرج من الكلية الفنية العسكرية. تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكون شرف لكل طالب وافد هنا، هيبقى وسام على صدري لحد ما أنال الشهادة بإذن الله. تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية فرحة تتضافر فيها مشاعر الفخر من الشعب بجيشه والاستعداد للتضحية من الجيش لشعبه. إيمان التوني، التلفزيون المصري. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية، كذلك بالشراكة القائمة بينهما، مثمنا التعاون الاقتصادي والمتبادل والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية إلى مصر. نعم، جاء هذا في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الكوري الجنوبي مون جي آن، حيث أكد سيادته على تطلع مصر لتطوير العلاقات التجارية مع كوريا الجنوبية في ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها جميع أرجاء مصر. هذا وقد أشاد الرئيس الكوري بتميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، معربا عن تطلعه لتعزيز هذه العلاقات المتبادلة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل. وقد تناول هذا الاتصال التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية وترفيع مستوى آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار اجتماعاته بالمحافظين لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بكل المحافظات من أجل دفع العمل بها والتغلب على أي معوقات قد تواجه عملية تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها. جاء هذا خلال اجتماع عقده لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الأقصر بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر ومدير الأمن. خلال الاجتماع قال محافظ الأقصر إن الاعتمادات المالية لخطة العام المالي الحالي تتجاوز 591 مليون جنيه، ويتم الإنفاق على القطاعات المختلفة مثل تنفيذ مشروعات الطرق ودفع تعويضات نزع الملكية وإقامة مشروعات الكباري والمعديات ومشروعات تحسين البيئة ومشروعات إنتاج الكهرباء وغيرها.
هذا وقد أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الإصلاح الهيكلي من أجل الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى، إلى جانب معالجة جوانب الضعف الاقتصادية والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير. جاء هذا خلال اجتماع الذي عقده مدبولي لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد وعدد من المسؤولين. وقد أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مناقشة للمحاور المعروضة خلال أيام للاتفاق على صيغتها النهائية ثم إعلانها رسميا للمواطنين. وفي شأن آخر، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة آخر تطورات أعمال صندوق مصر السيادي بحضور الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط، رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي. وثمن مدبولي الخطوات التي تتحقق فعليا في إطار تدعيم وحوكمة دور صندوق مصر السيادي على النحو الذي يمكنه من أداء دوره المحوري كمظلة شاملة وكيان اقتصادي هائل يضع على رأس أولويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر سعيا نحو جذب الاستثمارات. وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط تقريرا حول آخر تطورات أعمال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية بالصندوق، كما تم تأسيس 4 صناديق فرعية متخصصة مملوكة للصندوق، وبتشكيل مجلس إدارة كامل ومتخصص في مجال نشاط كل صندوق. على صعيد الحالة المتوقعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، كلف رئيس الوزراء برفع درجة الاستعداد والتأكد من توفر المعدات اللازمة للتعامل وتشغيل غرف إدارة الأزمات. جاء هذا خلال اجتماع عقده مع وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي لمتابعة التقارير بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة. وجه مدبولي بإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بحالة الجو خلال الأيام القادمة إلى المحافظات لتجهيز نفسها للتعامل الفوري بالمناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها. في سياق متصل، وجه وزير الطيران المدني الطيار محمد منار برفع درجة الاستعدادات بالمطارات المصرية لمواجهة حالة الطقس خلال الفترة القادمة. جاء هذا خلال اجتماعه بممثلي الجهات المختصة لمناقشة الاستعدادات بالمطارات المصرية في ظل البيانات الصادرة من هيئة الأرصاد والتي تفيد بتعرض البلاد خلال الأيام القادمة لعدم استقرار في الطقس وهو مصحوب بسقوط أمطار. تنضم إلينا هاتفين الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الرصاد الجوية. بعد تحية دكتورة إيمان، هنا يعني ما السبب أو ما تفسير حالة عدم الاستقرار المتوقعة في الأيام القادمة؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. طبعا احنا بدأنا فصل الخريف منذ 23 سبتمبر، فطبعا ده طبيعي ان يكون في تقلبات جوية اثناء فصل الخريف. وطبعا فصل الخريف معروف ان هو فصل السيول والعواصف الرعدية واحيانا العواصف الترابية، وده نظرا للتغيرات الحادة والسريعة اللي بتحصل في الخرائط الجوية في فصل الخريف. اللي بيأثر علينا دلوقتي هو وجود امتداد منخفض السودان الموسمي مع وجود منخفض اخر في طبقات الجو العليا عمل على تبريد كتل الهوائية اللي هتأثر علينا، وده هيكون سبب الأمطار إن شاء الله في حالة عدم الاستقرار. وده البيان اللي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بداية من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد، هتتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار. بدأت النهاردة بالفعل على السواحل الشمالية للبلاد، يعني في منطقة مطروح والضبعة وسيدي براني والإسكندرية تعرضت لسقوط أمطار اليوم، أمطار من خفيفة لمتوسطة. المتوقع غدا الأربعاء إن شاء الله تمتد الأمطار تستمر على السواحل الشمالية وتمتد على بعض المناطق
شواطئ من الوجه البحري والدلتا. يوم الخميس ان شاء الله تصل الامطار الى مدن القناه والقاهره ان شاء الله امطار متوسطه، لكن بالنسبه للسواحل الشماليه هتكون من متوسطه الى غزيره. يوم الجمعه والسبت هتزيد غزاره الامطار على السواحل الشماليه، وطبعا هتكون امطار رعديه وايضا على الوجه البحري والقاهره. انا دكتور ايمان، يعني حضرتك التقلبات في حاله الجو وعدم الاستقرار يؤثر طبعا على يعني الحاله النفسيه والمزاجيه وايضا على الحاله الصحيه للمواطنين، ما بين حر طبعاً وما بين برد. هنا يعني كيف يستطيع المواطن في مصر ان يلتزم بالاجراءات الاحترازيه نتيجه لعدم الاستقرار؟ هو طبعا يعني الحاله اللي احنا تعرضنا تصنف بانها حاله متوسطه، ما فيش منها قلق ان شاء الله، ما فيش اي مقارنه بينها وبين الحالات اللي حصلت السنه اللي فاتت، هي تعتبر حاله متوسطه الشده، مش فيهاش خطوره ان شاء الله. ايه طبعا احنا لازم نتابع التعليمات، احنا طبعا في الفتره الجايه يكون في انخفاض في الحراره، فطبعا ممكن التزم ملابس خريفيه خاصه اللي بيخرج في اثناء الليل او في فتره الصباح الباكر، وطبعا الاطفال اثناء ذهابهم للمدارس. القياده بهدوء على الطرق اللي هيكون فيها امطار مستوى متوسطه او غزيره، متابعة النشرات أول بأول طبعا عشان أي تحديثات. صحيح، أشكرك إذن دكتور أيمن شاكر وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية. أيها السادة، عليكم متابعة النشرات بشكل يعني دؤوب في ظل هذا الجو غير المستقل، ومتواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. غدا بدء عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى. السودان يبدأ إجراءات تحويل تعويضات ضحايا الإرهاب كخطوة لرفع اسمه من قائمتها. عودة جديدة لنشرة الأخبار، حيث دعت وزارة الخارجية المصريين في الخارج للدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لطبع وملء بطاقتي الاقتراع في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتأكد من إرفاق كل الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة. كما أكدت الخارجية أن غرفة عمليات الوزارة تتابع عن كثب إجراءات التصويت في الخارج، موضحة أنها لم تتلقى أي شكاوى حتى الآن. من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر. وقد لفتت الوزيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت التصويت عبر آلية البريد السريع بسبب جائحة كورونا حفاظا على صحة المصريين. في هذه الأثناء، واصلت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عملها لليوم الثاني على التوالي لمتابعة انتخابات مجلس نواب 2020 بالنسبة للمصريين في الخارج خلال مرحلتها الأولى بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. متابعة. لليوم الثاني على التوالي، غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عمليات الاقتراع بالخارج لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 في مرحلتها الأولى ل 14 محافظة. كان بيرد لنا تساؤلات ان في بعض المصريين بيدخل الى الموقع وما بيلاقيش الايقونه بتاعت الطباعه بتاعت ورقتي التصويت. اوضحنا طبعا ان المرحله الاولى دي بتشمل 14 محافظه من محافظات الجمهوريه، وان هناك مرحله ثانيه تشمل ال 13 محافظه الباقيه، فقد يكون المصري بالخارج ينتمي الى المحافظات اللي هي مقرر تصويتها في المرحله الثانيه. غرفه عمليات وزاره الهجره وشؤون المصريين بالخارج تلقت عددا من التساؤلات خلال الساعات الماضيه، ورد
الرد عليها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حرصا منهما لتسهيل عملية الاقتراع للناخبين. متابعين الشكاوى اللي أبرزها كان بيدور حول عملية الرقم القومي سواء كان ساري أو غيره، مشكلة التصويت عبر البريد الإلكتروني، وطبعا ده اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت أنه هو مسموح فقط باستخدام الآليات التي أعلنت عنها اللجنة عبر موقعها. بنتكلم برضو على بعض الاستفسارات الواردة من المصريين الخارجي حول الإقامة وكونها سارية أو غير سارية. بنتكلم أيضا عن بعض الاستفسارات الواردة من المصريين الخارجي حول استخدام البريد السريع، وبنؤكد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات بتؤكد على استخدام البريد الحكومي إلا ما صدر عنه استثناء من الهيئة لظروف معينة. ده أكتر استفسار جالنا كان خاص بآخر موعد لإرسال بطاقات الاقتراع، وهو بتوقيت الساعة 9 مساء في الدول المقيمين بها، وطبعا ردينا عليهم. غير كده بعض المشاكل التقنية في طباعة بطاقة الاقتراع، وبيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والرد عليهم فورا. يعني على مدار الساعة فريق عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج يتابع عملية الاقتراع بشكل دؤوب حتى تتم عملية الانتخاب بالصورة المثلى التي تحقق إرادة ناخبيها وطموحاتهم في وطن قائم على البناء والتنمية. أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ عن إدانة مصر للجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل 8 مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين. وقد عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي عبر عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة العراق الشقيق، وأكد دعم مصر وتضمنها مع ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لمواجهة كافة صور الإرهاب وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه. أعربت مصر عن ترحيبها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية لدول الراعية للإرهاب. وأعربت الخارجية في بيان لها عن التطلع إلى أن تطوي هذه الخطة سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية، وتشكل بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وأن تمهد لعودة السودان سريعا للاطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والإفريقية بما يحقق أمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية. هذا وقد رحبت الحكومة السودانية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، معربة عن أملها في أن تستكمل الإدارة الأمريكية إجراءات التنفيذ في أسرع وقت ممكن. وقد بدأت الحكومة السودانية إجراءات تحويل التعويضات البالغة 335 مليون دولار المقرر دفعها لعائلات ضحايا الإرهاب بالولايات المتحدة في مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا وقد وصف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخطوة بالإنجاز العظيم والمستحق. هذا القرار يؤهل السودان للعفاء من الديون. نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار. بهذا القرار ينفتح المجال لمعالجة ديون السودان. رفع اسم السودان من قائمة دول الراعية للإرهاب يفتح الباب واسع لتعزيز وتأكيد عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي. من جهته أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين أن قرار رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب ليس مرتبطا بأي ملف آخر، ومشددا على أن موضوع التطبيع مع إسرائيل خارج نطاق هذا الحديث. وقال الوزير السوداني إنه ليس من الممكن إرغام شعب بالكامل على التطبيع في غضون أسبوع أو اثنين. وكان رئيس الحكومة السودانية قد قال في وقت سابق إنه لا ينبغي ربط قضية التطبيع برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من الخرطوم محمد علي فزاري رئيس تحرير موقع الخرطوم توداي. هل نطقت الاسم بشكل صحيح؟ نعم صحيح، لك تحية ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أحييك تحية كبيرة، وأيضا هي أمال كبيرة معلقة على الاتفاق بين الخرطوم وواشنطن على رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية. نريد منك أن توضح لنا كيف سيستفيد السودان والسودانيون من هذه الخطوة. بالتأكيد رفع السودان من لائحة دول داعم الإرهاب سوف تعكس إيجابا على السودان وتمنح كذلك السودان فرصة للخروج من المؤسسات التمويل الدولية، وهو الأمر الذي حرم السودان طيلة 27 عاما الماضية عندما تم إجراء به في قائمة الدول داعم الإرهاب. العديد من صناديق التمويل كانت ترفض التعامل مع الحكومة السودانية السابقة باعتبار أنها كانت جزءا من الإرهاب. ايضا من الفوائد للسودان بعد هذه القرارات، ربما حتى الان لم تكن قرارا ولكنها هي مجرد تقرير ويمكن ان تتدرج في شكل يعني امر تنفيذي من قبل الرئيس. استاذ محمد يا ريت تكون اهدأ، يعني الكلام سريع بزياده عشان اقدر اتابع مع حضرتك والساده المشاهدين. اتفضل. نعم، أنا قلت أن السودان يمكن أن يستفيد من هذه القرارات من حيث الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق على السودان وتأتي على السودان لإنعاش الاقتصاد السوداني الذي عانى كثيرا طيلة الفترة الماضية. أيضا تساهم هذه القرارات على اندماج السودان في المجتمع الدولي. السودان ظل معذورا طيلة الفترة الماضية بسبب وضعه في لائحة الإرهاب، الأمر الذي جعل كل المستثمرين العرب والأجانب تفادي استثمارات في السودان، لأن بمجرد وضع دولة في قائمة دول رائع الإرهاب فهو أمر مخيف ومثير للقلق. وكما يقول السعوديين رأس المال جبان، فلا يمكن للمستثمر في بلد وهو مصنف من قبل الإدارة الأمريكية بأنه بلدا إرهابي. خلاصة الكلام أقول أنه السودان لديه الآن فرص كبيرة موائدة من الاستفادة من إدارته هذه القائمة من خلال الانفتاح مع المجتمع الإقليمي والدولي، ويمكن أن يستفيد أيضا من تتطلب مبادرة الهدف وهي المبادرة المعروفة بالدول المدخلة بالديون. كان أيضا السودان فروة من هذه المبادرة التي أعلنوها في اللائحة السوداء، وهي هذه المبادرة تنص على ان الدول التي يعني تدخل الديون يمكنها ان تتلقى مساعدات من مؤسسات التمويل الدوليه منها البنك الدولي وصندوق المال الدولي. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد علي فزاري رئيس تحرير موقع الخرطوم توداي، فقد كنت معنا من الخرطوم مباشرة. أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الأمريكي مايك بامبيو إصرار البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات فيما بينهما خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وقال بن زايد إن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في جهودها لمحاربة الإرهاب، كما أكد أهمية منع إيران من حيازة السلاح النووي. هذا وقد قال بامبيو أن الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وأبوظبي يشمل السياسة والدفاع وأمن الحدود ومحاربة الإرهاب. وقعت دولة الإمارات وإسرائيل عدة اتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وتشمل الاتفاقيات إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر والاستثمار والطيران فضلا عن التعاون العلمي. جاء هذا خلال أول زيارة رسمية لوفد إماراتي إلى إسرائيل منذ توقيع الجانبين على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية
في 15 من الشهر الماضي. وقد اقتصرت الزيارة التي استغرقت بضع ساعات على مطار بن غوريون بسبب المخاوف من فيروس كورونا. وقد رافق الوفد الإماراتي الذي ضم وزيري المالية والاقتصاد وزير الخزانة الأمريكي كذلك المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط. واصلت وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم التهرب من الضرائب والتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والنصب والاحتيال على المواطنين. وقد نجحت الوزارة في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين والتهرب الضريبي، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة إتجارهم بالمواد المخدرة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة، بحجم تعاملات بلغ 18 مليون جنيه طبقا للفحص المستندي. نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تقوم 5 تشكيلات عصابية ببورسعيد والبحيرة وسوهاج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بعد استبدالها بالجنيه المصري مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. الإدارة وفي إطار تصديها لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين استوليا من المواطنين على قرابة 17 مليون و500 ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تصدير الحاصلات الزراعية وإدارة المطاعم وتجارة المفروشات، ولم يلتزم بسداد الأرباح المقررة كما لم يلتزم بسداد أصول المبالغ المالية. وفي مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبي قامت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بفحص 32 حالة تهرب ضريبي مؤيدة مستنديا شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت جملة المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وتم اختيار مصلحة الضرائب لاتخاذ اللازم. قالت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد إنه سيتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم إدارة المخلفات خلال 6 أشهر والذي يتضمن جزءا خاصا حول الحد من استهلاك أكياس البلاستيك. جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. أوضحت فؤاد أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع خارطة الطريق للتعامل مع البلاستيك بشكل عام، وأضافت أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص بتنظيم إدارة المخلفات هو بمثابة حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكل أنواعها، حيث يتضمن جزءا حول تقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيكية خلال مدة محددة ووضع ضوابط لها بالتعاون مع الجهات المعنية. افتتحت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدهي مرافقها محافظ الإسكندرية محمد الشريف مسرح ليسي الحرية بالإسكندرية بعد توقف دام ل3 سنوات بعد تطويره وفق أحدث النظم. أكدت الوزيرة أن إعادة افتتاح هذا المسرح مع إحلاله وتجديده يعد دليلا على الإيمان
بدور القوى الناعمة في الارتقاء بالمجتمع وفي بناء الشخصية المصرية. أوضحت أن المسرح يعد إضافة إلى منظومة العمل الإبداعي والثقافي في مصر. وزيرة التعاون الدولي تستعرض التقارير الإيجابية الصادرة مؤخرا حول نمو الاقتصاد المصري وأيضا تراجع في مؤشرات البورصة المصرية في جلسة الدولة اليوم. المزيد مع الزميل عمرو شهاب بعد قليل. أخبار المال والأعمال، أهلا بكم. استعرضت وزيرة التعاون الدولية الدكتورة رانيا المشاط التقارير الدولية الإيجابية الصادرة مؤخرا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي حول نمو الاقتصاد المصري، حيث توقع البنكان أن يحقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو تتراوح بين 2% و3.5% خلال العام الجاري. جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى للأسواق الناشئة لمناقشة الموضوعات الأكثر تأثيرا على الأسواق العالمية الناشئة في الفترة الحالية. وأوضحت الوزيرة أن التقارير الدولية رجحت أن يحقق الاقتصاد المصري نموا منفردا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم للقطاع الخاص، مع الحفاظ على مسيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى. تراجعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي بختام تعاملات اليوم متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين الأجانب. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجيك 30 بنحو 1% ليغلق عند مستوى 11157 نقطة. كما انخفض المؤشران إيجيك 70 وإيجيك 100 EWI متساوي الأوزان بنسب تراوحت حول 0.6%. بحث وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق مع ممثل لجان النقابية بالشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام. وأوضحت الوزارة أنه تم خلال اللقاء استعراض عناصر دخل موظفي شركتي التأمين في جداول مقارنة طبقا للائحة الحالية واللائحة الجديدة، وانتهت الأرقام إلى عدم تأثر دخل العاملين في الشركة وزيادة الدخل في الشركة الأخرى، كما تم التفاهم على ضرورة التوصل لحل مشكلة تدني الدخول بسبب انخفاض أرباحها عن العام السابق. أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أن تشجيع الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتهيئة البيئة المحفزة لنمو الشركات الناشئة هي أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، وأشار إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية واعدة في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من مؤسسي الشركات الناشئة المتميزة العاملة في مجالات التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، حيث لفت الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة الشركات الناشئة على تحقيق نمو مستدام. ومن أهم هذه المبادرات مبادرة مستقبلنا رقمي، والتي تستهدف تدريب 100,000 شاب في 3 تخصصات وهي علوم البيانات والتسويق الإلكتروني وتطوير المواقع لزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل الحر، ومبادرة 500-500 والتي تهدف إلى تدريب 500 شاب في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي خلال 9 أشهر. أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع بنحو 2,900,000,000 دولار ليصل إلى 19,900,000,000 دولار في أغسطس الماضي بفضل ارتفاع الفائض التجاري وانخفاض عجز الدخل الأولي. وفي 12 شهرا وحتى أغسطس انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متراجعا بنحو 0.3% عن معدل العام السابق البالغ 2.2%، ما يعود في الأساس إلى تراجع فائض تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأولي الذي يتضمن الأرباح من الاستثمارات الأجنبية. تراجعت الأسهم الأوروبية مع فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أنحاء القارة وشكوك بشأن تحفيز جديد في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، كما تراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنحو 0.3%، وانخفض المؤشران داكس الألماني وكاك الفرنسي بنحو 0.5% و2.2%
على التوالي. وزير الشباب يتفقد منشآت استاد القاهرة الدولي. بعد قليل بيراميدز يلتقي بحورية كوناكري الغيني في كأس الكونفدرالية. المزيد مع دينا شرف والفقرة الرياضية. أخبار الرياضة، أهلا بكم. تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعض المنشآت باستاد القاهرة الدولية تضمنت الملعب الرئيسي. الزيارة جاءت في ضوء الاستعدادات الخاصة باستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فضلا عن استضافة المباراة النهائية. وأكد صبحي أن قرار الدولة بعودة واستئناف مباريات الدوري أتى بثماره من خلال الأداء المشرف والنتائج الإيجابية التي حققها الأهلي والزمالك بدوري الأبطال. وتضمنت الزيارة صالة المغطاة الرئيسية بالاستاد والمقرر استضافتها لحفلي الافتتاح والختام وفعاليات بطولة العالم لكرة اليد يناير المقبل. من الرياضة إلى الفن، وتحت شعار الليلة الكبيرة أقيم على مسرح قصر ثقافة الأسمرات بالمقطم عرض المسرحي ضمن فعاليات ملتقى أولادنا الدولي الرابع لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة. العرض أظهر قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة أو أبطال التحدي على تجسيد الفولكلور بشكل نال إعجاب الجميع. فنون استعراضية بطعم الأمل في الحياة، أطفال في عمر الزهور تألقوا في الأسمرات، زيارة لذوي الاحتياجات الخاصة للمسرح في إحدى جولات الملتقى الدولي الرابع لفنون ذوي القدرات الخاصة. ورغم البساطة في الأداء إلا أن البسمة لم تفرغ شفاه الجمهور. علينا في الأسمرات محتاجين لنا، يعني أنا النهاردة ما شفتهم حاسة أن أنا عايزة كل مثلا شهر أجلهم تاني، أجلهم بمواضيع تانية. وبعدين أنا شايفة أن هيبقى في مواهب كمان من هنا، لما نضمهمش عندنا بقى لنا يجي شهر شغلنا بروفات، وعملت في الحفلة مبارح في الأوبرا، وجيت النهاردة عزف، كانوا بيسقفوا معايا وأنا بعزف، ولما نزلت سقفوا لي، وكل في ناس كانوا عمالين يقولوا لي شاطر برافو كده. وبنشكر الرئيس برضو ان هو السيسي اتاح لينا اول سنه، يعني من ساعه ما مسك الرئيس السيسي بفعلا ادانا فرصه لاولادنا دي يطلعوا يعني نحس بيهم. تدريب مستمر واهتمام بتنميه مواهب الاطفال دعم متواصل، لكن يحتاج لتكامل بين مؤسسات الدوله والمجتمع المدني. فرغم صغر سنهم إلا أن لديهم الكثير من الطاقة والحب والخير والأمل في استمرار مد يد العون، ليس للمساعدة بل للتنمية، وهو حق أصيل غاب عنهم كثيرا. حد يرعاهم ويخلي بالهم منهم، وكل العيال وأولادنا إن المفروض إن إحنا كلنا بنتعاون لإساعدهم، وبنحاول إن إحنا نقدمهم لحاجة كويسة يقدروا يعتمدوا على نفسهم يعني، وما حد يحتاجوش لحد يعني. وعندنا جميلة أوي أوي، علمات يحيى مات يحيى مات يحيى مات. أنا فرحان عم مسرح بعمل في إيدي والتنورة، وأنا في سباحة وأنا وصحابي معانا في التنورة. واختتمت ليلة الأسمرات بعرض الليلة الكبيرة، فرحة جمعت أهالي الأسمرات في كنف الطيبة والإبداع للراحل صلاح جاهين. عروض فنية واستعراضية ومسرحية تخرج حاملة طاقة النور من ذوي الهمم، وتؤكد ضرورة دمجهم في المجتمع والاستفادة القصوى من قدراتهم الخاصة. من الأسمرات، حماد العربي، التلفزيون المصري. أهلا بكم مجددا. والنشرة الجوية، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدا أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا على أغلب النحاء. هذا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري. الرياح معتدلة، البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية. وعن سيناء،
فالطقس معتدل شمالا، مائل حرارة جنوبا، نهارا معتدل ليلا. وتقل رؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء. البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه رياح شمالية غربية. التوقعات المنتظرة الأيام القادمة تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم الأحد القادم. ونبدأها من القاهرة. الأربعاء 31-21، الخميس 28-19، الجمعة 27-19. وننتقل إلى شرم الشيخ. الأربعاء 33-25، الخميس 35-25، الجمعة 32-24. وأخيرا الأقصر. الأربعاء 39-22، الخميس 38-22، الجمعة 36-21. وفيما يلي مشاهدينا بيان مدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. القاهرة 31-21، الإسكندرية 28-21، دمياط 28-24، بورسعيد العريش 30-20، رفح 30-19، إسماعيلية 31-18، السويس 32-20، مطروح 24-19، وادي النطرون 31-20، المنصورة 29-19، طنطا 30-20، دمنهور 29-20، سان كاترين 27-15، الغردقة 34-23، شرم الشيخ 33-25، الفيوم 34-20، المنيا 35-21، أسيوط 36-19، سوهاج 37-20، قنا 37-21، الأقصر 39-22، الوادي الجديد 39-23، أسوان 39-24، حلايب 22-28، شلاتين 34-27، أبو رماد 33-26، وأخيرا رأس حضرب 33-26. وبالطقس تنتهي معكم هذه الجولة الإخبارية المفصلة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية، وأكد على قوة الجيش ووعي المصريين هو بمثابة سد منيع أمام أي قوة. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكوري الجنوبي، وقد شهد تأكيدا متبادلا على التطلع لتطوير العلاقات في كافة المجالات وخاصة التجارية والاقتصادية. رئيس مجلس الوزراء يكلف برفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار المتوقع للطقس، ويؤكد توفر المعدات اللازمة للتعامل مع أي تداعي. تابعوا البث الحي لنشرات البرامج، المزيد من الأخبار عبر الموقع الإلكتروني مسبيرو.eg. أشكركم، شكرا بسيم، شكرا في أمان الله. شكرا.